شباب، عندنا تحدي، بدنا نشوف مين اكثر واحد بيصمد تحت المي. طبعا مقارنه، بدنا نقارن اليوم من مدخنين مع غير مدخنين على اختلاف انواع التدخين، المدخن ونسبه التدخين. على كل حال نبلش معنا. بدنا نبلش هنا بارلمنت فادي البرقاوي. عفوا، فادي البرقاوي. لا 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 لا، خليك وين. محمد الخربتاوي. محمد الخربتاوي الدي ازرق الام ازرق ايمن جوال، غير مدخن طبعا. عبد الله السفريني. لنبدا معا. للعد لغايه ثلاث بيبدا السباق. واحد اثنين ثلاث. طبعا التحدي بيحتوي على مين اكثر واحد بيصمد تحت المي. الغير مدخن اول واحد طلع. هاي اشاره كويسه انه الناس تدخن على فكره. صاحب الالم ما تحمل. بارلمنت فادي البرقاوي المدخن نوع بارلمنت. متبقي الدي الأزرق، فاز معنا المدخن محمد الخربتاوي. قرب الكاميرا. وسوي جيم خياشيم. والفايز يا صاحبي الفايز جار المزرعة.